مهاب شادي بيشتم شادي سرور وبيستهزأ بيه. شادي سرور عايز ينتحر ليه وايه السبب؟ طردة التمثيل ولا لا؟ طردة مقلب زي بقيت اليوتيوبر ولا لا؟ يا ترى شادي سرور عايز يعدي الاربعة مليون باللي هو بيعمله ده زي ما دايلر عمل نفس الحوار وقال ان بيته اتسرق؟ هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. في الفيديو في ناس مشاهير كتير جدا طلعوا على الحوار ده. من ضمن الناس المشاهير مهاب شادي واحمد حسن. احمد حسن اللي كنا واخدين عنه فكره مش تمام ووحشه. انا استغربت بجد بجد من الكومنت اللي هو كاتبه بيقول شادي سرور انت شخص ناجح جدا. طبعا الكومنت معانا مع بعض وهنقرا دلوقتي مع بعض. ادي هنا كومنت احمد حسن، بصوا بيقول ايه بالظبط. ما تركزش مع الناس وكمل ومالكش دعوه بحد، انت شخص ناجح وكتير يتمنوا يكونوا مكانك. مش مشكلتك انك عايش في مجتمع مريض، مجتمع الغل والحقد سيطر عليهم اكترين النجاح على شخص زيك وبيدوا الحق لنفسهم انهم يحكموا على الاشخاص ويغلطوا فيهم ويجرحوا فيهم بدون اي وجه حق. احنا حرفيا في مجتمع متدني الفكر والاخلاق وكل شيء، فحاول انك تقاوم كل ده وتركز في شغلك ومستقبلك وحياتك وسيبك من الناس. طبعا دي رسالة كبيرة جدا. كلام زي الفل، كلام صراحة زي الفل. ده احمد حسن. احمد حسن الناس كلها بتطلع تتريق عليه وانه مثلا مقلب وبيعمل مقالب ويقول الدرع اتسرق والناس بتقعد تطلع تشتمه. ممكن يكون احمد حسن بياخد اهانه كبيره جدا اكتر من شادي سرور، بس لا، عشان شادي سرور اول واحد بادئ في اليوتيوب. اي قناه على اليوتيوب فيها حقودين يعني احنا شخصيا احكي لهم يا ناس ايه اللي حصل معانا في بدايه فتح القناه. اول ما فتحنا القناه زي ما انتم عارفين عملنا فيديوهات اللي هي فيديوهات قصيره اللي هي صغيره اللي هي بالثواني دي. واول فيديو الفرق بين السلام في مصر والسلام في امريكا، والفيديو ده كان حاجه اللي هو لسه بنبتدي. وبعديها بقى بعديها شويه في رمضان جينا عملنا فيديو تقليد اعلام. الفيديو ده بقى الفيديو ده جاب مشاهدات عاليه جدا وجاب لايكات عاليه وجاب ديسلايكات. جاب فوق ال 85000 مشاهده، وده كان بالنسبه لنا حاجه مستحيله. وجاب 600 ديسلايك. المشكله ان احنا كنا فاتحين عدد التعليقات زي اي فيديو ما بنفتحه، لقينا كميه شتايم رهيبه. طبعا لقيت كميه تعليقات سلبيه وشتايم. انا لما شفتها قعدت كل شويه امسح، الاقي فجاه واحد يدخل تاني يقعد يقول نفس النظام، لحد ما قفلنا التعليقات وريحنا دماغنا عشان نقدر نكمل كده. كده احنا ما نبصش لاي حد ومحدش يحكم من فيديو واحد. معانا هنا بقى الكومنت التاني، كومنت مهاب شادي. مهاب شادي مهاب شادي اللي اتشهر لما جه عمل رياكت على كليب ركبني المرجح وجاب 500000 مشاهده، وهو ده اللي رفع من قناه مهاب شادي. النهارده اهو مهاب شادي دخل على شادي سرور، يا ترى قال له ايه؟ قال له انت لا تجرؤ على الانتحار. طبعا هو هنا بيستهزئ بردك ونزل. دخلت على صفحه مهاب شادي على الفيسبوك على ايميله، لقيته قاعد بيقول يا جدعان انا هنتحر وهسيب اليوتيوب وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن، لينك الفيديو، وهسيب لكم فيديو صغير على الانستجرام. طبعا ده بيتريق على شادي سرور. ولحد دلوقتي احنا مش عارفين شادي سرور عمل ده مقلب ولا مش مقلب، بس هو زي ما انتم شايفين هو مش هو غالبا لما شادي سرور يكتب على مثلا في اليوتيوب شادي سرور او انتحار شادي سرور هيلاقي ناس، كميه ناس كتير جدا عامله فيديو عليه وقاعدين بيتكلموا كلام تحفيزي وكمل. غدا عادل بتقول وربنا انا عيطت، ايه وجع القلب ده؟ يا رب نفسي نهايه العالم تيجي عشان ارتاح من اللي بشوفه. عالم كله شتايم وانانيه وكره وحب الخير للغير. لا ده انا بجد انا اللي هنتحر. مش كله بيحكي. ايوه لا مش كله يعني. لا بس في ناس يعني كتير يعني في ناس دخلوا على الفيديو بتاع شادي سرور كلهم قالوا لا كمل وكمل، وكميه اللايكات جايه كتير جدا يعني، وديس لايكات قليله. فايه معانا هنا برضه حاجه قليل. معانا هنا برضه تعليق تاني بيقول هتوحشنا يا شادي. وطبعا الناس عامله ها واغضبني بقى تعليق ممل. تعليق ممل يعني صراحه اللي انا بشوفه، الا توحشنا. هما فاكرين الموضوع هزار، انا مش فاهم. هنا واحد بيقول استسلمت لكلام الناس. صراحه عجبني قوي التعليق ده. يعني صح شادي سرور، انت ليه يا شادي استسلمت لكلام الناس؟ ايه لازم تكمل ده؟ انت حتى عندك 3 مليون و800 الف مشترك. يعني 3 مليون مش محمسينك يعني؟ ما
ده احنا عندنا 2500 ومتحمسين واو بنحاول نكمل، لكن احنا عندنا 2 مليون وعندنا انتقادات بالعبيط كتير جدا جدا بتيجي. بس بنحاول لازم نقدر نكمل حتى لو في اي مجال، مش لازم مجال فيديوهات بس. هنا في تعليق تاني بيقول موت نفسك احسن. ايوه طب ما هي هينتحر يعني هيموت نفسه، احنا ماله ده؟ بص واحد عامل احبابته مش فاهم انا الناس دي انتوا ليه كده يعني. واحد هنا تاني بيقول المزيكا اللي على الفيديو هايلة اسمها ايه. هنا تعليق تاني برضك يا جماعة انا بموت وبعيط دلوقتي ولينك الفيديو لعياطي كامل على اليوتيوب في اللينك. انا عايز اقول له حاجة للشخص ده، هو ليه شادي سرور حط الفيديو على اليوتيوب وحطه على الفيس وحطه على الانستا وكمان حطه على التويتر؟ انا متابعه على التويتر ليه بقى؟ عشان يعرف الناس اللي هو فيه. هو واحد معروف على السوشيال ميديا يعني، مثلا زي مثلا واحد مذيع على التلفزيون فبيطلع ينزل مثلا على القناه وينزل على ايميله اللي هو مثلا زعلان ومكتئب زي اي حاله، مثلا حاله على الواتس حاله على الانستا ينزل كده بيوجعني الناس. مش قصه بقى كده يعني، هات المرسيدس واتكل على الله. طبعا التعليقات بقى الهزار بقى وكده والكوميدي، التعليقات الكوميديه مش عارف صراحه اقول ايه. معنى هنا تعليق تاني بيقول والله ما بنكرهكش بس كل ما في الامر انت محتواك خرب جد، ولكن على المستوى الشخصي والله ما بنكرهك وامسح الدموع مش هتكسب تعاطف في الناس صدقني. اولا بقى لو هو محتوى مش عاجبك ما تفكش عليه سهله، محدش قال لك خش اتفرج على شيء سوري ولا ايه ولا اليوتيوب، مش اول ما فتحته اليوتيوب فتح لك الفيديو غصب عنك، انت نازل بتشوف الفيديو عجبك. اول منشئ محتوى كوميدي على اليوتيوب هو شادي سرور، هو اللي خلاني انا اطلع، هو اللي خلى مهاب شادي يطلع، هو اللي خلى احمد نجم يطلع، خلى احمد حسن، خلى ناس كتير قوي تحط في دماغها فكره اليوتيوب وايه ده انا ممكن اعمل فيديو بقى كده ومثلا واقدم للناس رساله. على فكره في ناس طالعه في اليوتيوب مش عشان تقدم رساله، لا عشان تستهدف ترند. الكلام ده صح. في ناس طالعه في اليوتيوب عشان تستهدف ترند وخلاص، وعشان تجيب مشتركين عشان تاخد فلوس صح. لا في ناس بتكون طالع عشان تقدم محتوى للناس، عشان تشوف، عشان تضحك حد، عشان تبسط الناس. شادي رساله ليك لو بتشوف الفيديو ده لازم تكمل، لان انت ساعدت ناس كتير جدا من 2014 وانت فاتح القناه. انا بتابع شادي سرور من ايام الدب سماش اللي هو بنطلع كده وعم حماد عنده بطه بتعمل كده، هو حاجات بقى الحاجات دي يعني حاجات الذكريات دي جميله والله. لما بفرج على الفيديوهات والحاجات الكوميديه دي بتاعته زمان كان حاجه بتفرحنا نقعد ده ايه ده شادي سرور نزل فيديو بسرعه جالنا اشعار ونشوف ده قبل ما احنا اصلا نعمل فيديوهات ونحط فكره الفيديوز في دماغنا ونبدا نتعلم مونتاج. صح يا شادي لازم تكمل لان احنا كلنا وراك وبندعمك وبنقول لك ما توقفش رغم عن الحقودين، وخلي ايمانك بربنا قوي، ما تسمعش كلام الناس الحقودين. واضح ان شادي بيقرا كل تعليق يعني في على الفيس، في ناس كتير قوي، هو حتى كان عامل الفيديو اللي هو كان بيعيط فيه وبيقول لنا انا ما عملتلكوش حاجه عشان تكرهوني بالطريقه دي، كان ظاهر كل التعليقات وانا وقفت الفيديو وقريت كل التعليقات دي لقيتها بصراحه تعليقات مستفزه جدا. وبرده زي ما في تعليقات سلبيه في تعليقات ايجابيه كتيره جدا، التعليقات الايجابيه ليك اكتر من فليه انت يعني تسمع للسلبيه وما تسمعش الايجابيه؟ يعني كل الناس بيقول لك كمل واصل في اليوتيوب وكلنا متابعينك وكلنا بنحبك يا شادي، وما ينفعش بعد كل النجاح اللي انت حققته ده تقوم سايب اليوتيوب وموقف، لان في ناس كتيرة بتشجعك انك تكمل بتقول لك واصل يا شادي. حتى انت يا شادي بتحمسنا وبتحمس اليوتيوبرز كلهم انهم يكملوا ويعملوا الفيديوهات الاحسن عشان انت يعتبر قدوة ليهم في اليوتيوب المصري، لان فانت الوحيد هنا اللي في مصر جايب 3.5 مليون ودخل على 4 مليون. يعني انت اول يوتيوبر مصري محقق نسبة مشاهدة عالية جدا ونسبة مشتركين عالية جدا، انت حتى عملت اغنية اول واحد كتير. انت اول واحد وصل من غير سينما او قنوات، يعني انت حتى مغنيها ومغني وعمل اغنية قبليها، عمل اغنية من اسبوع اسمها تعلمت وقايل فيها كلام عالمي جدا. بس كده الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك الفيديو لو انت اول مرة تشوفنا،
وسبسكرايب تحت، وتروح تعلق لشادي السوري على الفيديو بتاعه تقول له واصل يا شادي من طرف اي بي فيديو، هاشتاج واصل يا شادي، كمل يا شادي واصل يا شادي، وبس كده تشوف كل الفلوجات اللي على القناه وتعمل سبسكرايب للقناه وبس كده. كان معكم اي بي فيديو، سلام.